أعتقد يعني 99% من الناس يحبون فصل الصيف على مود الشمس وعلى مود الأجواء حلوة. فعندك دائماً فصل الشتاء هو بيكون طويل كثير يعني وممل. في هذا بيسبب كآبة لبعض الناس. لا تقريباً الأجواء الشتوية أكثر شيء شفناها هون، يعني نحن كنا عايشين بسعودية ما كان عندنا هاي الأجواء الشتوية، بعد جينا لهون شفنا الأجواء الشتوية أكثر. أكثر منصة الأخبار الرسمية والأكبر في السويد. الطقس في السويد متقلب ومحبط في الكثير من الأوقات، إلا أن تقلبات الطقس في السويد تعتبر راسخة في ثقافة المجتمع السويدي الذي اعتاد على تغييرات وتقلبات المناخ في اليوم الواحد. أما بالنسبة للمهاجرين والأجانب، فتقلبات الطقس البارد والغيوم والضباب قد تسبب لهم طاقة سلبية، حزن وإحباط. ويعد فصل الشتاء في السويد هو الموسم الأطول والأكثر تباينًا في جميع أنحاء البلاد. يسوي كآبة هو الشتاء طبعًا، أكيد على مود البرد وعلى مود الليل يكون أطول من النهار بهواي، وكل مكان يكون بياض نفس اللون، ويكون السماء تكون رصاصية تقريبًا. مو برد كتير ولا شوب كتير، يعني وسط أحسن، أحلى واحد يرتاح بالجو، يلبس براحته، يمشي براحته، ما يحس لا برد ولا شوب كتير، يعني وسط. الشتاء بحسه جو مكتئب نوعا ما، عشان هيك ما بحب الشتاء. أو كوني أنا ساكنة بألمانيا جاي على السويد، هالشي سبب لي مشكلة، بحس جو ألمانيا أحسن من السويد. هنيك كنا متعودين على الصيف يعني، بعد أنا بحب الأجواء الشتوية أكثر. يتميز شتاء السويد بقصر النهار، ففي شهر ديسمبر كانون الأول تكون الأيام قصيرة جداً، وأكثر الأيام لا تشرق فيها الشمس، وخاصة في المناطق الشمالية من البلاد. وعادة ما يكون شهر شباط الأكثر برودة، ولكن يبدأ النهار بأن يصبح أطول قليلاً بشكل واضح إلى حد ما. فصل المحبوب هو الصيف يكون بالسويد، وأعتقد يعني 99% من الناس يحبون فصل الصيف على مود الشمس وعلى مود الأجواء حلوة. الجو حلو، تياب خفيفة، تطلع بأي وقت، ما بيكون عندك إنك بردانة وإلبس وهيك حاسة إنك برد. لا بالعكس، لما تكون الدنيا شمس الجو حلو، يعني تطلع على بحيرة، تروح على مكان تتمشي. فصل الصيف لأنه الوقت أطول ودافي، الجو هون بالسويد بيكون الواحد عنده مجال يعمل شغلات أكثر بالنهار، النفسية بتكون أحسن كمان. بحس إنه أجواء الصيف بيكون أحلى، في رواق، بتطلع مع رفقاتك أو رفقاتك، يعني بيكون في رياحة أكثر. هو إجمالاً يعني الصيف هو إجازة حلوة، طقس حلو. بحب طقس الصيف أكثر لأنه الواحد فينا يطلع يتفتل، حتى بتلعب بالنفسية حتى الطقس. فوقت بيكون الجو شتاء الواحد ما بيقدر يطلع ولا يدخل، وحتى بتأثر بنفسيته، فلهيك أنا بحب طقس الصيف أكثر. أما فصل الصيف عادة ما يكون قصير جداً، وتمتاز أغلب أيامه بالدفء والجو المعتدل. أما الأيام التي ترتفع فيها درجات الحرارة فلا تدوم طويلاً، كما إن أفضل حالات الطقس تكون بين شهر حزيران يونيو وشهر آب أغسطس. من عادات الشعب السويدي الاستمتاع وإعطاء قيمة لأي طقس خلال السنة، ويوجد مقولة مأثورة في السويد إنه لا يوجد طقس سيء، ولكن يوجد ملابس سيئة فقط، بمعنى أن لكل طقس ملابس معينة ليتمكن الشخص من الاستمتاع بجميع فصول السنة.